مواسمة السادسة مساء من قناة النادي الأهلي وإلى العناوين. مجلس إدارة النادي الأهلي يجتمع اليوم لاعتماد اللائحة الجديدة. طاهر يشكر الجمعية العمومية للأهلي. والأهلي يواصل تدريباته بمعسكر الهدف. أهلا بكم مجددا وإلى التفاصيل. يعقد اليوم مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة المهندس محمود طاهر اجتماعا طارئا لاعتماد اللائحة الجديدة للنظام الأساسي للنادي. ويستند مجلس إدارة النادي في هذا الاعتماد على النتيجة الرسمية للجمعية الخاصة باللائحة كما أعلنها المستشار شريف حشيش رئيس الهيئة القضائية المشرفة على الجمعية الخاصة. وسيعتمد المجلس رسميا هذه اللائحة بحكم اختصاصاته وسلطاته كمجلس لإدارة الأهلي تمهيدا لإرسال نسخة من اللائحة للجنة الأولمبية المصرية ومعها طلب إعادة إشهار النادي وفق اللائحة الجديدة. علق هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية على اكتمال النصاب القانوني للجمعية العمومية للأهلي الخاصة بالتصويت على اللائحة الجديدة للقلعة الحمراء. وقال حطب في تصريحات إعلامية وفقا لمعلوماتي الشخصية إجراءات الجمعية العمومية للأهلي غير صحيحة لأنها أقيمت على يومين، لكن سننتظر الأوراق الخاصة بها عندما تصل اللجنة وسيتم عرضها على الشؤون القانونية الخاصة باللجنة والتي ستقول رأيها وتحدد مدى قانونية الجمعية من عدمه. ووصل رئيس اللجنة الأولمبية الشؤون القانونية من الممكن أن تؤكد صحة إجراءات الجمعية العمومية للأهلي وقد ترى عدم صحتها وننتظر حتى تطلع على الأوراق الخاصة بالجمعية لأنه قد يكون لها رأي يرضي كل الأطراف. متابعة فرحة أعضاء النادي بانتصار الأهلي ونجاحه في تحقيق مطالب أعضاء الجمعية العمومية تنضم إلينا الآن عبر الهاتف مدام عزة. أهلا بيك مدام عزة حافظ. أهلا بيك يا فيروز. أستاذ عزة، في البداية إيه هي أجواء في النادي بعد اعتماد لائحة النظام الأساسي للنادي؟ والله فعلا الناس هنا سعيدة جدا ومبسوطة قوي قوي بعد اكتمال النصاب القانوني طبعا للجمعية العمومية الخاصة بعضو النادي على التصويت على لائحة النادي. الناس سعيدة فعلا فعلا ان هم وقفوا سندوا النادي، يعني يومين كانوا يعني صعب طبعا جو حر وكلام من ده، لكن تواجد الناس دوت اثبت وعي الجمعية العمومية. وحقيقي يعني لو اقول لك هنا الناس بتهني بعض ازاي، يعني ما فيش حد ما بيهنيش الثاني، السعادة على وش الجميع. يعني الناس حابه ان النادي بتاعهم يبقى في استقرار، وطبعا النادي الاهلي يعني نادي اللي هو يعني فعلا صاحب البسمه ومصدر السعاده، فالناس مبسوطه بحضورها والعدد دوت في ظل الظروف اللي مرت بيها، وكله هنا بيهني بعضه على الاكتمال للنصاب القانوني للجمعيه العموميه الخاصه يعني. نعم. استاذ عزة حافظ شكرا جزيلا ليكي، كنت معانا عبر الهاتف. وجه المهندس محمود طاهر رئيس النادي الأهلي رسالة شكر خاصة للجمعية العمومية للنادي الأهلي بعد إقرار لائحة النظام الأساسي للنادي واكتمال النصاب القانوني للجمعية العمومية الخاصة للتصويت على لائحة والتي أقيمت بمقري النادي بمدينة نصر والجزيرة يومي 25 و26 أغسطس. وقال طاهر أن اعتماد لائحة النظام الأساسي للنادي هو نجاح وانتصار للأجيال القادمة للنادي، مشيرا إلى أن الجمعية العمومية للنادي
أثبتت أنها أرقى وأذكى وأصدق جمعية عمومية. وأوضح طاهر أن الجمعية العمومية أكدت رسالة واضحة وصريحة أن الأهلي فوق الجميع، مشيرا إلى أن اللائحة فخر النادي وأعضائه. رئيس الأهلي توجه بكلمة لأعضاء الجمعية العمومية، إليكم كلمة المهندس محمود طه. كامل زاهر أمين صندوق النادي الأهلي على تهنئة أعضاء الجمعية العمومية بعد اعتماد لائحة النادي وحضور 15,000 عضو للتصويت على اللائحة. من جانبه قال جمال هليل عضو مجلس إدارة النادي أن حرص الأعضاء على الحضور دليل على رغبتهم في بناء مستقبل الأهلي. إليكم تصريحات زاهر وهليل، نتابع. كان في مرحلة قبل هذه الجمعية العمومية شككت في اعضاء، شككت في الحضور، شككت في امور كتيره جدا. اعضاء الجمعيه العموميه ردوا النهارده وردوا امبارح. حابب تقول ايه بعد اعلان 14,975 صوت؟ حابب تقول ايه يا كامل في اللحظات دي؟ اولا انا عاوز اشكر الناس اللي جت، حتى اللي قالوا لا، يعني عاوز اشكرهم. وعاوز اشكر بالذات طبعا الناس اللي جت، لان دي تحملوا مسؤوليه وعرفوا فعلا ان موضوع اللائحه ده حاجه مهمه بالنسبه للنادي، عشان كده جم وتعبوا نفسهم في عز الحر وفي عز الاجازات وفي الصيام وكده، ومع ذلك جم عشان يقفوا جنب النادي ويقفوا جنب اللائحه بتاعته. وان هم مش عاوزين ان حد يتحكم في النادي، لانهم عارفين النادي ده بتاعهم هم، وان هم اللي لازم يتحكموا فيه مش اي حد تاني. فانا عايز اشكرهم واقول لهم ده المتوقع في الحقيقه، يعني ده اللي احنا كنا متوقعينه وكنا مراهنين عليه. احتمال طبعا الظروف خلت الاعداد اقل من اللي احنا كنا متوقعينه، ولكن في الاخر الحمد لله، وربنا يكرمنا ويكرمهم ويخلينا ربنا يساعدنا ان احنا نوقف النادي على رجليه ونساعد النادي دايما ان هو يبقى دايما في المقدمه ان شاء الله. قرار اللائحه خلاص بشكل رسمي، لائحه النظام الاساسي بالنسبه للنادي الاهلي. عايزك اكد كمان على يمكن الاعضاء بنركز عليهم النهارده كامل بيه بشكل كبير جدا، رغم الامور اللي فاتت الفتره اللي فاتت. النهارده العدد اللي جه بعيدا عن اي ارقام، لو جم 70,000 مش هنخش موضوع جينيس، يعني لو دخلوا 70,000، لكن تاكيدا بعد الفتره اللي فاتت دي ان هم يجوا بالمنظر ده وبالعدد ده وباليقين ده، دي حاجه تحسب لكل عضو في النادي الاهلي. ومعلش انا عايز برضه ازود ان كان في تيار للاسف، يعني تيار معارض، على الرغم ان احنا ما احناش في انتخابات، احنا بنتكلم على لائحه النادي اللي هي بتدير النادي، يعني مالهاش دعوه بالانتخابات خالص يعني. ومع ذلك كان في معارضه بتحاول تخلي الناس ما تجيش، حتى لغايه هنا جوه النادي كان في ناس بتقول للناس لا خلاص ما تدخلوش، دي اللائحه بايظه ومش معتمده ومش عارف ايه، عشان الناس ما تجيش للاسف يعني. ومع ذلك برضو الناس برجع واقول الناس في النادي الاهلي عندها وعي كبير قوي قوي قوي، والحمد لله يعني، لان انت مش سهل ان انت نادي كبير زي النادي الاهلي يدار لو الناس ما عندهاش الوعي الكافي يعني. فالحمد لله، وانا بشكر برضو تاني الاعضاء اللي جم، وبتمنى ان احنا ان شاء الله دايما نبقى على قد الثقه اللي هم بيدوها لنا ديت، وعلى قد اللي هم طالبينه مننا او هم متوقعينه مننا ان شاء الله، يعني ربنا يكرمنا. والله بجد كانت متوقعه من اعضاء العموميه بتوع النادي الاهلي. انا زي ما قلت لك قبل كده، طلعت معاك وقلت لك ان على مر التاريخ هم اثبتوا قد ايه هم دايما بيعملوا اللي عليهم وبيجوا في المواقف الصعبه عشان ينقذوا النادي الاهلي. احنا بنشكرهم جدا 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 على مشاركتهم، وان هم جم طبعا في الوقت الحر ده وفي الوقت الاجازات وعلى دخله العيد، وبجد بجد بجد احنا متشكرين ليهم جدا، وان شاء الله نقدر نعمل اللي ربنا يقدرنا عليه علشان نخدمهم. حابب اقول ان لا كلمه تعلو على كلمه الجمعيه العموميه. احنا كنا تحت اشراف قضائي كامل، القضاء قاعدين على كل صندوق زي ما انتوا كنتوا شايفين وكنتوا بتصوروا وبترصدوا بكاميراتكم، كل صندوق قاعدين عليه نزاهه كامله، وفعلا العدد ده هو اللي جه،
واعلن بنزاهه كامله، واحنا بنشكر جدا جدا الهيئه القضائيه اللي اشرفت وكل الاضاء اللي اشرفوا وعلى اعلانهم النتيجه بالشكل الفعلا الرائع اللي هم اعلنوه بيها. بجد احنا فرحنا جدا 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 وهنعمل كل ربنا يقدرنا عليه بجد علشان نقدر ان احنا نرد الجميل. بنشكركم وبنتمنى ان انتم تشاركونا في كل اتخاذ القرارات بحضوركم كل الجمعيات العموميه سواء عاديه سواء غير عاديه سواء اجتماعات خاصه. لازم اعضاء النادي الاهلي زي ما اثبتوا على مر التاريخ يشاركوا في اتخاذ القرار في ناديهم. احنا كلنا ايد واحده وكلنا على قلب رجل واحد، احنا النادي الاهلي وما بنخافش من اي حد وهينبع قرارنا من داخلنا زي ما كلنا متعودين على كده. حرص عدد كبير من كبار الشخصيات على حضور الجمعية العمومية للأهلي والتي أقيمت يومي الجمعة والسبت لاعتماد لائحة النظام الأساسي الجديدة، وشهد مقر النادي الأهلي في مدينة نصر ومقر الجزيرة حضور كبير من نجوم المجتمع أبرزهم طاهر أبو زيد وزير الرياضة السابق والخبير القانوني ورجاء عطية وجابر نصار رئيس جامعة القاهرة السابق وحمدي الكنيسي نقيب الإعلاميين والإعلامية منى الحسيني ومصطفى مراد فهمي سكرتير الاتحاد الأفريقي السابق. كما حرص عدد كبير جدا من نجوم الكرة وباقي الألعاب الفردية والجماعية والذين حرصوا على المشاركة في التصويت على لائحة النادي. التقرير التالي نستعرض من خلاله نجوم الأهلي خلال مشاركتهم في صناعة مستقبل النادي. يا فندم قبل الانتخابات كانت الناس الناس كانت بتجيب جزمه حديقه الاطفال ويدلقوا الرمله من رجلين العيال. النهارده النادي اتنظف وبقى محترم. انا في النادي ده من اكتر من 50 سنه. بنحاربهم ليه؟ الله، ناس عملوا فلوس وفي فائض في الخزنه، كنا على طول مديونين، بنحاربهم ليه؟ فتره حسن حمدي ما عملش حاجه. الجمعيه العموميه حابب تقول ايه لاعضاء الجمعيه العموميه النهارده؟ بنحاربهم ليه؟ بنحارب الناس اللي ناجحه وماسكه النادي ليه؟ عشان ما استفدناش منهم؟ هو لازم نستفيد؟ الله، احنا لازم يعني إيه؟ يعني لازم اخد منصب عشان ابقى راضي عن اللي في المجلس؟ لا لا، حاجه اللائحة خلينا في اللائحة. حابب تقول ايه لاعضاء النادي الاهلي على اللائحة؟ لازم احنا اللي نحط اللائحة، احنا اللي نحط اللائحة. يا فندم بالراحة. على محمود طاهر احنا بنتكلم عن اللائحة دلوقتي. نحط اللائحة، اعمل لقاءات يا عم مع الناس دي، الناس دي عايزة تتكلم. ما هو الراجل اهو عايز يطلع في الكاميرا اهو، طلعه كمل. طيب الاهلي مش عاوز كلام. الانجاز بتاعه هو اسكت يا اخي، انت بتخش في وقت مش وقت يا جماعه. انا عايز حد بقى يجي يتريق عليا لما يشوف الفيديو ده. انا عايز بقى حد لما يتزع ده يجي يتريق عليا عشان اقسم بالله ما يحصل له كويس. بس يلا، رسالتك لاعضاء الجمعيه العموميه عشان اي حد هيتريق. عمره ما قعد في النادي الاهلي زيي وعمره ما لعب في النادي الاهلي. انا كنت باجي يا ابني بقعد بس لمجرد ان اقعد في النادي الاهلي بس، لا كنت بلعب ولا كنت بتنيل. انا من ايام ابويا، من ايام الملك في النادي ده، فاهمني؟ كان الحاجة توت عنخ آمون. مستمرين معاكم مقر النادي الاهلي بالجزيره ولقاء هام وخاص مع الوزير طبعا كابتن طاهر ابو زيد. برحب بيك طبعا كابتن طاهر في البدايه، وزي ما بنقول النهارده يمكن وامبارح كمان كان يوم رائع، وده وعي الكبير اللي بنقوله على اعضاء النادي الاهلي. قول لي النهارده على الحضور، وشايفه النهارده اليوم الثاني في مقر النادي الاهلي بالجزيره. اللي اقدر اقوله باختصار شديد جدا ان انا كاهلاوي فخور بالجمعيه العموميه. النهارده لليوم الثاني على التوالي اقبال هائل، احساس بالمسؤوليه، احساسهم انه النادي الاهلي لا يرتضي ان تفرض عليه لائحه داخليه، وان اعضائه مصرين على التمسك بلائحه النادي الداخليه لمعالجه العوار اللي في اللائحه الاسترشاديه اللي اعتقد ان هي لا تصلح لنادي بقيمه الاهلي. وبالتالي انا فخور باعضاء النادي الاهلي، بقول لهم مبروك عليكم. عايز اقول ايضا ان اذا كان هناك اقبال بهذا الشكل فهو تاكيد على ان النادي ماشي في الطريق السليم، وده تجديد ثقه للمهندس محمود طاهر في الحقيقه ومجلس ادارته. خلينا نقول ان نداء بقى لكل ابناء النادي الاهلي، لا توقفوا مسيره ناجحه. كل من يعمل لصالح هذا النادي العريق وبيقدم
نجاحات سواء على المستوى الرياضي او على المستوى الاجتماعي اعتقد انه يحتاج المساندة. عايز اكرر شكري وتقديري لاعضاء الجمعية العمومية وايضا لجماهير النادي الاهلي لان هم جزء اصيل من هذا الجمهور العظيم، وبقول هنيئا لاعضاء الجمعية العمومية ان شاء الله بعد دقائق قليلة جدا باذن الله يكتمل النصاب ويفوق ايضا ان يبقى في لائحة لاول مرة في تاريخ النادي الاهلي ان يضع لائحة بنفسه لمستقبل ولاده في الفترة القادمة. وعايز اقول ان ده مش يوم عادي، نادي الاهلي اتعملت فيه انتخابات كتيرة جدا ونجح من نجح ولم يصادف التوفيق من لم يصادفه، انما النهاردة ان النادي الاهلي يضع لائحة لاجيال قادمة اعتقد ان ده يوم تاريخي مشهود. مبروك لاعضاء النادي الاهلي، لمحمود طاهر ومجلس ادارته، لكل من ينتمي لهذا النادي العريق. اخد منك كمان يا كابتن طاهر، وبنوجه رساله شكر للاشراف القضائي اللي الناس شككت فيه وقالت مش هيبقى فيه اشراف قضائي واليوم النهارده هيكون لاغي بالنسبه للجمعيه العموميه، لابد من توجيه الشكر اكيد من خلال شاشه قناه الاهلي. شوف انا مش هتوقف عند المشككين والاقزام لان دول مش موجودين في ذاكره النادي الاهلي. انا بقول ان الاشراف القضائي كان واضح بالامس واليوم ولن اتوقف كثيرا عند الاقزام. مبروك لينا جميعا كاهلاويه، شكرا. نعم، العودة للأخبار من جديد. تقدم مجلس إدارة النادي الأهلي بالنيابة عن أعضاء الجمعية العمومية بالشكر للسادة مستشاري النيابة الإدارية والذين أشرفوا وأداروا الجمعية الخاصة للنادي الأهلي لاعتماد لائحته الجديدة لنظامه الأساسي. وقال الأهلي أنه كان حريص منذ البداية على الإشراف القضائي الكامل على جمعيته الخاصة احتراما للقضاء المصري واحتكاما لأحكامه وعدالته ونزاهته. يواصل اليوم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته بمعسكره بمشروع الهدف في مدينة السادس من أكتوبر في إطار الاستعداد لانطلاق الدوري ومباراة الترجي التونسي في ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا. وكان الفريق قد خاض مساء أمس نيرانه على ملعب التتش لينتظم بعدها الفريق في معسكره. وللمزيد من التفاصيل ينضم إلينا الآن عبر الهاتف حازم البرعي مراسل قناة النادي الأهلي من ملعب الهدف. حازم أهلا بيك. أهلا بيك فيروز وأهلا بكل مشاهدي ومتابعي قناة الأهلي. حازم، ايه اجواء عندك في التمرين النهارده وفي الوقت في اللحظه اللي انا بكلمك فيها؟ بيجري النادي الاهلي اول تدريباته استعدادا للموسم الجديد 2017 2018. كما هو معلوم ان شاء الله باذن الله هنبدا الموسم الدوري بلقاء طلائع الجيش وبعدين لقاء الهام جدا امام الترجي التونسي في الدور ربع النهائي لبطوله دوري ابطال افريقيا. نعم. النهارده التمرين بدا تمام الساعه 5، حضروا 21 لاعب بيغيب عنه طبعا زي ما احنا كلنا عارفين 9 دوليين اللي هم شريف اكرامي، احمد فتحي، سعد سمير، رامي ربيعه، ايمن اشرف، حسام عاشور، صالح جمعه، عبد الله السعيد، واحمد الشيخ. بيغيب كمان لانضمام المنتخب المغربي وليد ازارو وللمنتخب التونسي علي معلول. على هامش المران النهارده 3 لاعبين ادوا تدريبات تاهيليه، جونيور اجاييه ووليد سليمان، دولت اول تدريب ليهم في بدايه الاستعداد للموسم الجديد، ده اول تدريب ليهم فادوا تدريبات تاهيليه بدنيه بس بدون مشاركه تدريبات بالكره. اسلام محارب برضو في شد خفيف فادى تدريبات تاهيليه وما شاركش في تدريبات الكره ولا التقسيم. نعم. التمرين طبعا كان عباره عن فقرات للاحماء وبعد كده تدريبات بالكره ركز فيها كابتن حسام البدري على الضغط واللعب باللمسه واحده. وفي الوقت الحالي بيجري تقسيمه في نص الملعب بين فريقين. المران ارض ايضا شهد مشاركه من الناشئين احمد ياسر ريان واحمد رمضان بيكهام وحارسين للمرمى فقط احمد عادل عبد المنعم ومحمد الشناوي. نعم. حازم البرعي مراسل القناة. نعم. حازم البرعي شكرا ليك، كنت معانا من ملعب الهدف، شكرا جزيلا ليك. استقر الجهاز الفني للفريق الاول لكرة القدم بالنادي الاهلي بقيادة حسام البدري على خوض مباراة ودية مع فريق النصر يوم الاربعاء المقبل في اطار الاستعداد لانطلاق الدوري والمقرر له 8 سبتمبر المقبل لمواجهة طلائع الجيش.
ويبحث الجهاز الفني عن مباراة ودية أخرى يوم الأحد المقبل في إطار معسكر الفريق في مدينة 6 أكتوبر. وافق النادي الأهلي على انتقال أحمد حمدي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي في فريق أودانيزي الإيطالي لمدة عام على سبيل الإعارة، على أن تنهي إدارة النادي الأمور المالية مع إدارة النادي الإيطالي. وكان الجهاز الفني بقيادة حسام البدري قد وافق على انتقال أحمد حمدي إلى أودانيزي لمدة موسم واحد بعد أن قضي فترة معايشة هناك خلالها ظهر بشكل مميز مع الفريق. أكد إيهاب لهيطة المشرف العام على منتخب مصر أن أحمد المحمدي لاعب أستون فيلا الإنجليزي سوف يشارك في ميران المنتخب اليوم في إطار الاستعداد لمواجهتي أوغندا في تصفيات مونديال روسيا 2018. وأضاف لهيطة أنه من المقرر وصول كل من كريم حافظ ومحمد عبد الشافي اليوم، على أن يصل غدا كل من محمد النني أحمد حجازي رمضان صبحي ومحمد صلاح. ونفي لهيطة ما تردد عن إصابة محمود عزت مؤكدا أن اللاعب سليم ويتدرب بشكل طبيعي مع الفريق. أنا الالتزام دايما بتعلم ببص لقدام بجري، مش بس عشان حياتي، بحب الكورة، بطير بحلمي، وعندي هدف. متابعة أخبار ألعاب الأخرى، حيث ينظم جهاز ألعاب القوى بالنادي الأهلي برئاسة ياسر داود بطولة تنشيطية داخلية بين لاعبيه في المراحل العمرية من 16 سنة إلى درجة الأولى في جميع المنافسات يوم الأربعاء المقبل على ملاعب المركز الأولمبي. ويهدف جهاز ألعاب القوى إلى الوقوف على مستوى اللاعبين قبل تحديد المجموعة التي ستخوض منافسات بطولة كأس مصر. اختار الجهاز الفني للمنتخب الوطني لرجال الكرة الطائرة 9 لاعبين من الفريق الأول بالنادي الأهلي الانضمام لمعسكر الفراعنة استعدادا لبطولة كأس الأمم الأفريقية والتي تستضيفها مصر. واختار جهاز المنتخب 9 لاعبين من الأهلي وهم عبد الله عبد السلام، حسام يوسف، وأحمد قطب، ومحمد معوض، وعبد الحليم عبو، وأحمد سعيد، وأحمد حمادة، عبد الرحمن سعودي، ومحمد عادل. ومن المقرر أن ينضم لاعبو الأهلي إلى معسكر المنتخب الوطني اليوم استعدادا لكأس الأمم. أكد عمرو الأليوبي باجيو لاعب الفريق الأول لكرة اليد بالنادي الأهلي أن هناك أعدادا قوية للموسم الجديد، أعداد قوية، وأن هناك إصرار كبير من جانب الجميع على تقديم موسم استثنائي والفوز بكل البطولات والتي يشارك بها. وقال باجيو أن المنافسة في بطولة أفريقيا الموسم الحالي ستكون صعبة في ظل رغبة الأندية التونسية على وجه الخصوص في الفوز باللقب وتعويض خسائرها أمام الأهلي. وأضاف باجيو
أن لدينا طموح أكبر وهو اللعب في كأس العالم للأندية من خلال الفوز ببطولة السوبر الأفريقي، وهو طموح مشروع مع احتمالات تغير الظروف بخصوص مكان إقامة البطولة. فاصل قصير ونعود إلى جولة في الملاعب العالمية. بالعودة إلى الأخبار العالمية، تعادل ستوك سيتي مع ويست بروميتش ألبيون بهدف لكل فريق في المباراة التي أقيمت بينهما ضمن الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي بمشاركة الثنائي المصري أحمد حجازي مدافع ألبيون ورمضان صبحي لاعب وسط ستوك سيتي. وسجل لألبيون جاي رودريغيز هدف التقدم في الدقيقة 61، وتعادل بيتر كراوتش في الدقيقة 77 بتمريرة من رمضان صبحي. يسعى محمود تريزيجي لمواصلة تألقه مع فريق قاسم باشا والذي يحل ضيفا على بلدية أكيسار سبور في 9:45 اليوم بملعب 19 مايو ضمن منافسات الجولة الثالثة من مسابقة الدوري التركي. ويقدم محمود تريزيجي مستويات رائعة مع قاسم باشا والذي انضم لصفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية قادما من أندرلخت البلجيكي على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم، حيث تمكن من تسجيل هدفين في مباراتي ناديه أمام ألانيا سبور وبشتاش ليساهم في منح قاسم باشا 4 نقاط بعد مرور جولتين. رحب نادي ليفربول الإنجليزي بفكرة رحيل البرازيلي فيليب كوتينيو صانع ألعاب الفريق إلى نادي برشلونة الإسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية بشرط وحيد، وهو ضم بديل له قبل انتقال اللاعب لملعب الكامب نو. وأشارت صحيفة سبورت الكتالونية إن وكلاء كوتينيو عقدوا جلسة مع مالكي نادي ليفربول أسفرت عن موافقة مسؤولي الأخير على رحيل اللاعب إلى برشلونة بشرط واحد، وهو ضم بديل له قبل إتمام الصفقة مع برشلونة. وكشفت الصحيفة أن إدارة برشلونة قد قررت رفع قيمة صفقة شراء كوتينيو إلى 160 مليون يورو ليصبح أغلى صفقة في تاريخ العملاق الكتالوني. كشفت تقارير صحفية اليوم الأحد أن أرسنال الإنجليزي يسعى للتعاقد مع نجم ريال مدريد ماركو أسانسيو للانتقال إلى صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية ليكون أغلى صفقة في تاريخ الجانرز. وأشارت التقارير إلى أن ماركو أسانسيو 21 عام لم يضمن مكانا في التشكيلة الأساسية للفريق الملكي رغم تألقه في فوز الريال بكأس السوبر على حسابات برشلونة، مما يدفعه للبحث عن مشاركة أكبر، وهي الفرصة التي يستعد أرسنال لاستغلالها قبل نهاية فترة الانتقالات الصيفية، خاصة وأن الشرط الجزائي في عقد اللاعب يصل ل 75 مليون جنيه استرليني فقط.
واجه البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني لمانشستر يونايتد الانجليزي انتقادات لجمهور فريقه اثناء مباراته امام ليستر سيتي والتي جرت السبت ضمن المرحله الثالثه من الدوري الانجليزي الممتاز. والى متابعه اخبار الاهلي في الصحف والمواقع الالكترونيه والبدايه من الاخبار، الاهلي يعتمد لائحته بموافقه 14391 عضو. ومن الجمهوريه البدري يستغل المعسكر لتغيير خطه اللعب. ومن المساء الاهلي دخل في الجد استعدادا للدوري والتركي. ومن الوفد سعد سمير عن مباراه اوغندا نسعى لصناعه التاريخ. ومن المصري اليوم اعضاء الاهلي يتحدون الاولمبيه ويحتشدون في العموميه. ومن الوطن سبورت فقرات تدريبيه خاصه لوليد سليمان. من فيتو فحص طبي لمؤمن زكريا قبل ميران الاهلي في الهدف. ومن يلا كوره اجتماع طارئ لاداره الاهلي في اعتماد لائحه الجديد. في الجول طاهر الجمعيه العموميه اكدت ان الاهلي فوق الجميع واللائحه للاجيال المقبله. ومن دوت مصر الاهلي يحدد ثاني مواجهته الوديه امام المنصوره. أما من الأهلي دوت كوم فميران الأهلي الصباحي تدريبات تأهيلية فقط في الجو. إلى هنا تنتهي نشرة أخبار السادسة من قناة النادي الأهلي، دمتم في أمان الله.